شفتوا هذه اللي في راسي؟ والله من عندهم يا جماعة. في كل عيد ينزلوا لك آلاف 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 الكميم، وصلت عندهم الكميم البرونزية وعاملين عليها عرض لأول مرة في الذوق الرفيع يسووه. كانت بتسعة وثلاثين، الحين صارت بكم؟ 28 ريال. وشيل واحدة مجانا. الله أكبر. طالبكم طلبة يا جماعة، باخذ منهم ثلاث كميم، بصور لكم ست، اختاروا لي أفضل ثلاثة، أنا ما أروح إلا على ذوقكم. إلك اللي يريد يكون واو، اللي يريد يكون هاي هاي، الكميم الفضية اللي عليها الطلب يا جماعة كان ب 48، صارت الكمة فقط ب 25، إضافة إلى البوكسات الراقية والجميلة اللي تجيك من الذوق الرفيع. الله يا الذوق الرفيع، الله على إبداعكم يا جماعة. دشنوا عطرين فخمين، إرث جنني جنان. الإرث طبعا فيه زهرة التفاح على المسك على خشب العود العنبر، أما الأمجاد في زهرة البرتقال والبرقمود، وأيضا حاطين فيه عنبر. هذا خرافي. جيت شمشم إرث. بس الأكثر مبيعا في الذوق الرفيع البوكس هذا، باعوا منه بالهبل يا جماعة. تريد تهدي حبيب صديق أم أب، اهديها هذا البوكس اللي كان سعره سابقا ب60، الحين فقط ب25 مع الضريبة يجيك ب26. والبوكس الفخم الثاني هذا اللي كان ب70، الحين صار فقط ب33 من الذوق الرفيع. المعروف لا يعرف أبدا، لكن بنعرف اللي عاد ما عرف. شفت البنك الوطني في شارع البركات اللي في الخوض، شارع الخدمات جنب شيشة شل، هذا فرع واحد، وعندهم أيضا أكثر من فرع منتشر. لأي استفسار بحط لكم رقم الذوق الرفيع.